بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه ما زلنا بنتعامل مع الايمجز، المرة دي هنتعامل مع حاجة اسمها الفيو ستاف. خلاص، واللي اوت هنخلي نعمل ايه؟ هو عبارة عن لاي اوت هيكون تيم ايمج فيو، خلاص، عشان اقدر اعمل اخفاء واظهار ليها وقت ما انا عاوز. فعرفت الفيو ستاف، ويعني كل فكرته انها شو هايد صورة او كونتنت انا اتحكم فيه، بس انا استخدمه مع الايمجز. فعملت فيو ستاب، اديته ويدث وهايت، اديله اي دي هسميه فيو ستاب. و ماشي، ده بالنسبه لي كده الايه الاصل بتاع الفيو ستاب. حدد له اللي اوت، فاللي اوت بتاعته هقول له لي اوت، هعمل ات لي اوت، وهنادي على من بعد اللي اوت سلاش هحدد ان هو على ايمج لاي اوت، تمام؟ فيبقى واخد الاصل بتاع الايمج لاي اوت، ده اللاي اوت الاساسي بتاع الايه الفيو ستاب، ايمج لاي اوت. وهروح بعد كده في اللاي اوت ومعامل لاي اوت ريسورس فايل، وهديله اسم مثلا ايمج لاي اوت، تمام؟ والايمج لاي اوت سبت كل الاعدادات اللي هو كان لينير يعني، وفي المين لينير لاي اوت وكل الكلام ده كله. اخش على طبعا الديزاين بتاعه لسه فاضي، فهروح على لاي اوت وهنادي على لينير لاي اوت فيرتيكال. في التكست هي اصلا كان نازل لي لينير لاي اوت، فمش محتاج ان انا اد لينير لاي اوت، فخليني جوه لينير لي اوتر الاساسيه. وهروح اجيب ايمج فيو واحطها جواه. طبعا هو بيقول لي حدد صوره لو انت عايز تختار صوره مباشره من جوه طبعا بروجكت او الاندرويد الايمجز الاساسيه الثابته. ف طبعا ممكن اختار اي صوره دلوقتي، مفيش مشكله. هختار مثلا الصوره بتاعت الكوتلين. طبعا انا لما شفتها كده الويدث او الهايت انا كده هثبت عرض او طول معين. فلو رحت على الكود هلاقي دي الايمج فيو، هنا سميها ايمج فيو، ماشي. وماتش بيرنت ده الويدث، وهايت على قد ما انا سحبت بالظبط، وحط الصوره اللي هي ايمج كوتلين ك اس ار سي كومبات ثابت كده للصوره. طيب الصوره كده ده الايمج فيو اللي موجوده، وانا ناديت عليها من الايه من اللاي اوت الخاصه بالفيو ستاب، قلت له اعرض لي الايمج لاي اوت الناحيه الثانيه، فشاف اللاي اوت اللي انا عايز اعرضه. ده كده كفيو ستاب هيعرض الايه الشكل ده، حلو جدا. فانا بس هحط قبل الفيو ستاب عايز احط باتنز للشو والهايت، تمام؟ عشان ما ادوس يخفي يظهر، فابدا اشتغل. هي دي الفكره يعني. فعرفت الباتن ماتش بيرنت وراب كونتنت الهايت، والتكست بتاعته اكتب نص شو والاي دي قد الباتن اي دي، عشان انا هكتب الكود بتاع الشو وهكتب الكود بتاع الهايت. بس الاول نعمل ده، بس دول الاول. فاديتهم ايه الاسم كده، عرفت الباتن، وهعمل باتن تاني. يبقى كده خلصنا الديزاين بتاعنا كله، خلاص خلص. نبدا ان شاء الله نشوف الكود بتنكود الشو والهايد بتاعت الفيو ستاب في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. وبكده ايه الموضوع خلص، والسلام عليكم.